هنكمل في السكشن ده باقي الفايتوكيميكال سكريننج اوف بلانت كونستيتوينتس. هناخد السكريننج اوف السابونين، الانتراكينونز، الكاردياك لايكوزايدز، انساتوريتد ستيرولز اند ترايتربين، واخر حاجه اللاكتونز اند استرز. هنبدا بالسكريننج اوف سابونينز. Saponins are a class of glycosides which are widely distributed in plants such as senega root, licorice root, and colaya bark. The uses of saponin. Saponin is used as expectorant, such as licorice and senega. كمان ليه high anti-inflammatory properties by promotion of mucus secretion and cell proliferation. عشان كده بيستخدموه في البيبتيك ألسر زي في الليكورش. كمان بيستخدموه في الشامبو as anti-dandruff، وده بسبب الفومينج بروبرتيز بتاعته زي في الكلاية. Screening test for saponins. الأقوى solution of السابولين برجه كويس هيديني permanent froth that persists for about 10 minutes. تاني حاجة ل screening of anthraquinones. Test for screening of anthraquinones أو pollen triggers test. الأنتراكينون بتبقى موجودة في الكسكارة، بتبقى موجودة في السنة، وبتبقى موجودة في الروبر. في التست ده أنا هستخدم الباودرد بلانت ماتيريال، هحط لها كمية من الكلوروفورم 5 ملي مثلا، وهرج كويس. بعد كده هعمل فلتريشن. الفلتر تاخده وحط له 2 ملي من أكواس كي و اتش، هيديني روز ريد كولر ان أكواس لير. ميكانيزم اوف كولر فورميشن. الأنتراكينون لما احط له البوتاسيوم هيدروكسيد هيتحول لسولت. الايونيك فورم ده هيخليه يعمل ريزونانس ويتحول لكونجوجيتد سيستم. الكونجوجيتد سيستم ليد تو باثوكروميك شيفت اند فورميشن اوف روز ريد كولر ان اكواس ميديا. انتراكينونز از ايريتانت لاكسيتيف. الانتراكينون جلايكوزايدز بيحصل لها هيدروليسيس باي باول فلورا. علشان الجلايكوزيتيك بوند دي تتكسر ويحصل هيدروليسيس غالبا بتاخد وقت طويل شويه، فبتكون الـ period between ingestion and softening of the stool فترة طويلة شوية من 8 ل 10 ساعات. الأنتراكينون بتشتغل كلاكستيف باتنين ميكانيزم، إما locally via production of prostaglandin E2 أو إن هي يحصل لها absorption وتشتغل systemically on the neural plexi of the gut wall. الأنتراكينون الـ overdose بتاعها هيعمل gripping، عشان كده غالبا بيوصفوها مع carminative herb. Screening of cardiac glycosides. الكارديك لايكوزايت بتتكون من الستيرويدال نيوكليوس، بتتكون من اللاكتون رينج، اما انها تكون 5 أو 6 ممبر رينج، والجلايكون بارت which may contain 2 ديوكسي شوغرز. types of cardiac glycosides according to lactone ring. اما انها تكون كاردينولويدز، ودي بتتكون من 5 ممبر لاكتون رينج، بيبقى فيها 1 دبل بوند، والجلايكون بارت بيتكون من 23 كربون، بيبقى موجودة في الديجيتالز ليف والاستروفانسس سيدز. تاني حاجة البيوفادينولويدز، دي بتتكون من 6 ممبر لاكتون رينج، بيبقى فيها 2 دبل بوند. الأجلايكون بارت بيتكون من 24 كربون، بتبقى موجودة في السكوال ليف. ده الستركشر بتاع الكاردينولويدز، وده الستركشر بتاع البيوفادينولويدز. كيميكال تيست. هنبدأ دلوقتي بالكيميكال تيست الخاصة باللاكتون رينج. أول تيست معانا هو الكيدس تيست. الألكوهوليك إكستراكت بنعمله إيفابوريشن في ووتر باث، بعدين بحط عليه 1 ملي من 2% ألكوهوليك ميتادينيترو بنزويك أسيد، بعدين بحط 1 ملي من الألكوهوليك كي أو إتش، هيديني فايلوت كولر أون ذا وول أوف ذا داش. تاني تيست للاكتون رينج هو بالجت تيست. في تيست تيوب بحط 1 ملي من الألكوهوليك إكستراكت، بحط عليه 1 ملي من البيكريك أسيد، وواحد ملي من 10% ألكوهوليك صوديوم هيدروكسيد، هيدي أورنج كولر. تاني حاجة تيست فور ستيرويدال نيوكليوس اللي هو الأنتيموني ترايكلورايد تيست. الألكوهوليك إكستراكت بنعمله إيفابوريشن في ووتر باث، بعدين بحط 1 أو 2 ملي من الأنتيموني ترايكلورايد ريجنت هيت إن ووتر باث، هيديني فايلوت كولر. Screening for unsaturated sterols and triterpen. Test for unsaturated sterols and triterpen اللي هما Lipperman reaction و Salk Whisk reaction. نبدأ في الأول بـ Lipperman reaction. بجيب 2 ملي من الألكوهوليك إكستراكت، بعمله evaporation في water bath. الريزيتيو بحط له 1 ملي من الكلوروفورم، وبنقولهم لتست تيوب. الكلوروفورميك سوليوشن اوف درايد اكستراكت الموجود في التست تيوب بحط له فيو ملي من الاسيتيك انهيدرايت، بعدين بحذر كده بحط 1 ملي من الكونسنتريتد سلفوريك اسيد. البوزيتيف ريزلت ريدش براون رينج ادجنكشن اوف تو ليكويدز، وبيبقى فوقيها جرين كولر.
تاني رياكشن هو السلك ويسك رياكشن، الالكوهوليك اكستراكت نعمله ايفابوريشن في ووتر باث، بعد كده بحط فيو دروبس من الكونسنتريتد سلفوريك اسيد هيدي ريد اور فايلوت كلر. الترايتربين بتبقى موجوده في الصويا بين، الفينجريك سيد وسولانيوم سبيشيز. سكرينينج فور لاكتونز اند استرز، اخر حاجه تيست فور لاكتونز اند استرز. الدرايت الكوليك اكستراكت هحط له كلوروفورمك سوليوشن وهعمل له ايفابوريشن فوتر باث. الريزيديو هحط له 1 دروب من ساتوريتد الكوليك هيدروكسيل امين و1 دروب من ساتوريتد الكوليك كي او اتش واسيبهم فوتر باث 10 دقايق. بعد كده هحط 1 دروب من 5/10 نورمال اتش سي ال و1 دروب من 1/100 فيريك كلورايد هيديني لون فايلوت. التست ده بيدي بوزيتيف مع الدمسيسه والفانديوم.